12 ساعة عشان تروح الإسماعيلية وترجع. ليه كنت بتمشي على كيلو وترجع كيلو؟ يا ريس حمدان عجلنا مني. يا ريس حمدان لازم سطلته معاك. شايف الناس يا بجم؟ اهلا 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 يا راس كامل. ازيك يا سشاوي؟ الحمد لله على السلامه. اهلا يا استاذ كامل. اتفضل ادي اذن باستلام البضاعه. عفارم عليك يا اكسبريس. ايوه خدمه تانية. توصل المينا الساعه 9 بالليل وتجيب البضاعه اللي جايه على المركب. حاضر. مع السلامه يا استاذ حمدان. السلام عليكم. ايه مش هنتغدى سوا ولا ايه؟ والفته فتت ايه؟ فتت الكوارع. سيبها لمين؟ مش فاهم. اصل ايه مراتي عامله لي فتة كوارع. خد عشان كده هسيم لها من امبارح. اه سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا ريس كامل. الله يسلمك. شايف العجل بينام ولا موتور بيتحرق؟ ازيك يا احمد وحشتني. الحمد لله على السلامة يا بابا. جبت لي ايه؟ اهي. تشكر يا ريس كامل. تسابقني؟ اوكي. يلا. سبقتك يا بابا سبقتك. طب استنى عليا بس لما اكون فتت الكوارع. اتأخرت كده ليه؟ الفتة جاهزة؟ جاهزة. لايميني عليها الأول. جعان قوي قوي قوي. احم احم. احمد ايه رايك لو تنزل تفرج اصحابك على الكوره وتلعب معاهم؟ نعم. والفت لسه ماما بتسخنها. بس اوعى تاكلها من ورايا. روح بقى خلينا نشوف شغلنا. الفتة امال احمد راح فين؟ نزل يلعب. اوعى كده الفتة. نبقى نسخنها يا ست. نبقى نسخنها. لا 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 لا. خليك انت انا هجيبها لك. تعال هنا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Thank you.
دي مشيئة ربنا يا أحمد. أنت مالكش ذنب. كل شيء مكتوب. وربنا دايما بيمتحن عبيده. ورحمته كبيرة قوي يا وداد. إذا كانت رجلي اتقطعت فلسه في رجل تانية وإيدين. وأنت يا أحمد. وأنت يا وداد. دول أجرة الأسبوع اللي أنت اشتغلته، والأسبوعين اللي أنت قعدتهم في المستشفى، أجرة كاملة. ودول زمايلك لموهم من بعض عشانك. وأنا كتبت مذكرة لسامي بيه صاحب الشركة، عشان يعمل لك مكافأة، وأي خدمة يا ريس كامل، أنا تحت أمرك. عملت ايه يا كامل؟ اتفضلي يا ستي. والرئيس حمدان كتب مذكرة لسامي بيه مدير الشركة عشان يصرفوا لي مكافأتي، ومن بكرة هنزل ادور على شغل. كامل انت لازم تستريح. وناكل منين؟ انا مستعد اشتغل وانت ترتاح يا حبيبي. تشتغلي وانا ارتاح؟ كلام ايه ده يا وداد؟ بقول يعني انا معايا دبلوم تجارة، يعني ممكن. مش ممكن طبعا. انا من بكرة هنزل ادور على شغل وضروري هلاقي. انا فيا صحة قد الجبال. طب خلنا ايه، انا نفسي فت الكوارع. سلامتك يا حبيبي، سلامتك. خلاص انا انتهيت. انتهيت يا وداد. لا لا يا كامل، لا يا حبيبي، لا يا روحي، لا لا عشان خاطرك، لا يا كامل، لا يا روحي. بيتك احسن.
بس ده حرام، حرام ياكلوك لحم ويرموك عظم. لازم تقابل مدير الشركة وتفهمه الموقف، لازم يشوف لك حل. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه. يا ست مش كده، ما يصحش. أرجوك يا سعادة البيه، عايز أكلمك. مين دي يا فتحي؟ مراته استكامل. كامل مين؟ السواء اللوري اللي بيشتغل في الشركة. أنت عايزة إيه يا ست؟ عايز أكلمك يا بيه، أشرح لك مشكلتي. الأستاذ بقاله أسبوع مش راضي يخليني أقابل سيادتك. اتفضلي على مكتبي. حاضر، اتفضلي. اتفضلي. واضح ان الشركة قامت بكل التزاماتها، دفعت المستشفى ومصاريف العلاج وصرفته مكافأة. يبقى حضرتك بتشتكي من ايه؟ من بكرة يا بيه بعد الفلوس ما خلصت هناكل منين؟ اعتقد ان دي مش مشكلة الشركة. والشركة دي ما عندهاش قلب، ما عندهاش رحمة. راجل خدمها 13 سنة وفي الاخر ترميه بالشكل ده. انا هصرف لك مكافأة اضافية. أنا مش جاي أطلب فلوس، أنا عايز أعطف سيادتك تأمر إنه يرجع الشغل تاني. يشتغل ورجله أي شغلانة يا بيه، بس ما يحسش إنه عاطل. أصل الشغل ممكن يأذيه أو يجرح شعوره. صدقيني أنا عايز أساعدك. طب ما شغلنا أنا يا بيه، أنا معايا دبلوم تجارة وممكن أشتغل أي حاجة. شي غريب ان الواحد في الزمان ده يلاقي الحب والتضحية دي. كامل، كامل قولي مبروك. مبروك على ايه؟ قابلت سامي بيه. قابلت سامي بيه؟ امتى وازاي؟ ده انا بقالي 13 سنة بشتغل في الشركة وما شفتوش. انا هشتغل يا كامل. سامي بيه لما عرف مشكلتك عيني في الشركة، هشتغل في مكتبه زي ما تقول كده مساعدة 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 سكرتيرة. يعني الحمد لله شغلانة مريحة وبعيدة عن الناس. لا لا. ليه لا؟ لازم توافق يا حبيبي. أنا شفت معاك أسعد أيام حياتي. ما تخليش السعادة دي تهرب من حياتي. وحياتي يا كامل. وحياتي. هو الاجتماع هيطول يا استاذ فتحي؟ طالما اللمبه الحمراء ولعه فاحنا ستاند باي. مش معقوله كل يوم اجتماعات بالشكل ده. هتوري بقى يا ستي. نعمه ربنا يديمها. ازاي بقى؟ طالما في اجتماعات، طالما في ساعات اضافيه ومكافئات هنقبضها. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. تعالي يا أوداد. حاضر. أفندم يوم الخميس أنا عازب الوفد على العشاء، أرجوك تتصلي بالنادي وتحجزي ترابيزة لعشرة انفار، وعايزك تشرفي بنفسك عليها. دول ضيوف مهمين وهنعمل معاهم صفقات كويسة. أيوة يا فندم، بس أنا عارف. دول علشان تشتري بيهم فستان وجزمة. أنا ما أقصدش يا فندم، بس جايز العشاء يتأخر وأنا. دول ناس خواجات يعني بيناموا من بدري. خدي خدي سعيدة. وبعدين معاك. اصلا بصراحه حلوه قوي يا وداد. طمن يا سامي بيه، ان ناقصها هترسي عليك. لا مدام ما زارتش اوروبا طبعا. يا دوب وصلت من كفر زيادة.
لا تفضلي ان شاء الله السنه دي هتزوريها. اهلا يا وداد. وداد سكرتيرتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشرفنا. عن اذنكم. اتفضل. كل شيء جاهز؟ جاهز يا فندم. افندم دي احب اسمعها في المكتب بس. ترقصي؟ لا. مش عايزه ولا ما تعرفيش؟ الاثنين. تعجبني صراحتك. وجوزك عامل ايه؟ مسكينه يا وداد. انا حاسس بالعذاب اللي انت عايشه فيه. ذنبك ايه تعيشي مع انسان عاجز؟ واحدة بجمالي. أنا سعيدة جدا. أصلك ما تعرفش كامل. ده قلبه زي اللبن الحليب. تعبيراتك طبيعية جدا يا وداد. وده اللي عاجبني فيكي. مش ملاحظ سيادتك إن فيها حاجات كتير قوي بتعجبك. دي الحقيقة. أعمل إيه؟ الإنسان لازم يعبر عن إعجابه. ما أعتقدش إن الهدايا دي محسوبة من الساعات الإضافية أو المكافآت. لا، دي تعبير عن إعجابي. حاسب يا بابا. مش هتاكل يا بابا؟ كل انت يا حبيبي، انا هستنى ماما. وانا هستناها معاك. احنا اتاخرنا قوي والمعازيم كلهم مشوا. انا اسف يا ولاد، اصل نسيت نفسي. اعمل ايه؟ اول مره في حياتي اقابل واحده في رقتي ولطفي. نروح احسن. اتفضلي. ميرسي. تورته يا فندم. تورته لمين؟ دي علشان احمد ابني. اه طب ايه ده على حساب. بس يا فندم. يا فندم دي لو قلتيها مره تانيه انا هخصم منك يومين. حمدي. يا فندم. ما تنساش تفتح اعتماد البنك بكره. حاضر يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك. كامل انت لسه صاحي؟ طب قوم قوم دوق التورته اللي انا جايبها لك. اما كان حته بوفيه يا كامل عليه اكل يكفي اسكندريه كلها. الناس دي عايشه ازاي وبتجيب الفلوس دي منين؟ يلا كل يا حبيبي. كل يا حبيبي. الدنيا دي زي السابق، كلهم بيجروا، لكن الانسان الذكي هو اللي يعرف يختار من بين الاحصنه دي كلها الحصان الاصيل. لكن في ناس كتير ما بيعرفوش يختاروا، عشان كده دايما تلاقيهم تعسى. الكسر مع انه كان اجدع حصان، ياما جري في السماء وكسب ناس، لكن هي دي الدنيا، تجري ورا اللي يكسب دايما. اول مره اشوف دموعك على خدك، مع انك كنت دايما شايفها جوه عينيكي. ليه تدفني نفسك بالحياه؟ انت لسه صغيره، تقدري تسعدي نفسك وتسعديني معاكي.
ما تتصوريش قد ايه بحس بالسعاده لما بتكوني معايا. انا عندي فلوس كتير وكل الناس طمعانه فيا الا انتي. انا ما قابلتش انسانه زيك. سامي بيه ارجوك تروح. تحت امرك. مساء الخير يا كامل. ما بتردش ليه؟ مالك؟ مش انا الراجل اللي استنى لقمته من واحده ست. انت مش حاسه بيه. كل ما بشوفك خارجه ولا داخله بتمزح. كل ما بشوفك لابسه فستان جديد ولا جزمه جديده مش انا اللي مشتريهم لك بتقطع من جوه. كل يوم بتبعد عني. ما بقتش الراجل اللي كنت بتستنيه. كامل انا اسكتي. انا متربي في حاره واعرف يعني ايه الكرامه والرجوله. كامل ابعد عني. انا اعرف اقف لوحدي. انت طالع. مالك يا احمد؟ ما تخافش هفضل طول عمري معاك. احمد انا عاوز اقول لك حاجات كتير. كل سنه هتفوت من عمرك هتعرف فيها شيء جديد، مظبوط؟ ايوه. الاب بيدلع ابنه 7 سنين وبيأدبه 7 سنين وبيصاحبه 7 سنين، يبقى عنده كام بعد كده؟ 3 × 7 = 21. بعد 21 الابن بيبقى راجل يعتمد على نفسه زيه زي الاب تمام. لكن انا عاوز اختصر 21 سنة واعتبرك زيك من دلوقتي. ايه رايك يا احمد؟ موافق يا بابا. العنوان وتفتح عينيك كويس. الو، اهلا يا سعاده البيه، الطباخ جاهز يا فندم. انت يا فندم تعرف تطبخ؟ لا.
طبخ رزق. انا طباخ يا عم حسن. الطباخ قدامي اهو، هبعتهولك حالا. ده كان طباخ بشوات. نعم. لا 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 لا، من ناحيه الامانه اطمن. مع السلامه. ما تنساناش في صفيحه السمنه البلدي يا ولا. من عينيا يا عم حسن. يلا يلا. المره اللي فاتت وخرجت من القضيه بمعجزه، المره الجايه لو تقفشت مش هنقدر نعمل لك حاجه. يلا روح. الو. ايوه يا ست هانم. الدادة انت يا افندم؟ اشتغلت دادة قبل كده؟ لا. طب اترزق اقعد. تعالى فتحي. الدادة موجودة يا ست هانم، هبعتها لك. حاضر، مع السلامة. العنوان اهو، وبلاش اسكالات مع جوز الست. ماما اللي بيعتوني يا عم حسن. وما تنسانيش ولع سيكا يا بنت. عينيا. يلا مع السلامة. صباح الخير يا معلم حسن. أهلا وسهلا. صباح الخير يا ست هانم، جيتي في وقتك. الولد موجود؟ أمال، يكنس ويمسح وينظف. لهلوبة يا ست هانم. تعالى شاطر. لا يا بني آدم، ما تقطعش رزقك. الهانم هتكرمك قوي. تعالى. ابني لا. شغلونا انا وابني لا. شغلونا انا وابني لا. لا. جبت له الدكتور. انفلونزا معويه، يلزمه راحه اسبوع. هاتوا له الدواء ده. هات يا عم كامل. سلامتك يا احمد، سلامتك يا حبيبي. انا تعبان قوي يا بابا. بكره تخف وتبقى عال. انا هحكي لك حدوته. اسمع يا سيدي، كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان في راجل فقير اسمه صابر. صابر ده عاش في ظلم وحرمان. كان ليه ابني زيك كده، نفسه يعلمه عشان يشيله من الظلم اللي عاش فيه. وعلمه وكبره، والواد كبر والواد كبر والواد كبر. يا رب يا رب يا رب. مدام باس كات. طيب كارت. انا اتنين كارت. صلت ماشي، بس انا ثلاثة قاس. أربعة دم على الترابيزة.
والرابعة؟ أنا. مش هكسفك، شيلي. مش هتجرب حظك؟ لا. ليه؟ انت حظي كله. اجيب لك كاس؟ يا ريت. لحظة واحدة. هتهربي بالمكسب؟ الشاطر اللي يهرب في الوقت المناسب. معاكي حق. ويا ترى دايما بتهربي كده؟ حسب الظروف. يا ريت الاقي واحدة حلوة زيك كده. كنت ايه؟ كنا نهرب سوا؟ أستاذ حمدي. أنا قصدي في اللعب يعني. افتكرت. جابك وجيت ازاي؟ رحت المدرسة لقيت النهاردة اجازة، قلت اجي اشوفك. معلش يا احمد انا كدبت عليك، لكن ما لقيتش وظيفة احسن من كده. لكن الحمد لله وظيفة حلوة وشريفة ومكسبها حلو. المهم اني اقدر اعلمك. ما تزعلش مني. بس حرام تتعب نفسك عشان انا اتعلم. العلم سلاح. احمد لازم تساعدني عشان تتعلم. ما تزعلش مني يا احمد. استاذ حمدي اتفضل. مرسي. اتفضل. وصلته لحد المطار وجيت عشان اطمنك مسافر بالسلامه. متشكره. متشكره كده حاف؟ ايه ده استاذ حمدي، انت مش ملاحظ انك زودتها حبتين؟ انا؟ ايوه انت، انا فاهمك كويس. انا كنت متاكد انك حاسه بعذابي. انا بحبك. انت اتجننت؟ انت ناسي ان انا ست متجوزه؟ ست اه، لكن متجوزه لا. اخرج بره بره. انا بحبك.
اخبار حلوه قوي، بيقول هيزود المعيه. نسمع من بقك ربنا. اتفضل. خد اقرا لي يا ابني. احكمها. لقد شاءت العنايه الالهيه ان يكون عشيقها هو الضحيه. قتلته بعد ان كانت على علاقه آثمه معه. كانت تخون زوجها وطعنت شرف الرجل الذي انتشلها من الفقر والحرمان وتدعي انها مظلومه. فهل نصدقها ونكذب ما جاء في اقوال زوجها الذي اتهمها بالخيانه مع عشيقها، عشيقها الذي كان يعمل عنده؟ انها امراه كاذبه تواطات مع عشيقها لابتزاز اموال زوجها، ثم اختلفت مع العشيق فقتلته، وجميع الادله تثبت ذلك. حضرات المستشارين، انني اطالب بتوقيع اقصى العقوبه على المتهم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة وداد عبد المنعم السيد بالسجن لمدة 25 عاما مع الشغل والنفاس. الدراع ده لازم يتبتر. لا 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 لا. في حاجة يا أحمد؟ أنا آسف يا دكتور، أنا آسف. مش ملاحظ حاجة غريبة؟ في أنا يا دكتور؟ دي مش أول مرة تصرخ فيها في أوضة العمليات. أنا آسف يا دكتور، لكن الحقيقة عملية البتر دي في منتهى القسوة. ما تقدرش تتصور حياة إنسان عايش بدراع ناقصة ولا برجل ناقصة. مش معقول، مش معقول يا دكتور العلم اللي وصل للقمر يعجز عن إنه يداوي آلام البشر على الأرض. العلم ما بيعجز، بدليل العلماء الأيام دي مهتمين بعملية زراعة الأعضاء الجديدة في جسم الإنسان. أنا قريت كل اللي اتنشر عن عمليات زراعة الأعضاء. وللأسف. وللأسف إن كل اللي اتعمل ده مجرد تجارب وما أثبتتش نجاحها. النجاح مش هيجي بالسرعة اللي أنت بتتصورها يا أحمد. الإنسان ده هو المعجزة الوحيدة اللي دايماً العلم بيقف قدامها عاجز. وأنتوا بركة فيكوا بقى. أنتوا الشباب، أنتوا الأمل. واللي ما قدرناش احنا نحققه انتوا هتحققوه. والحياه مستمره يا احمد. ممكن ادخل؟ تعالي يا دكتوره صفاء. تقدر تفهمني ايه المحسوبيات دي يا بابا؟ محسوبيات؟ دايما قاعد تتناقش مع احمد كانه تلميذك الوحيد في القسم. لاني بشوف فيه نفسي، حماسي، صورتي.
ايه هو ده؟ احنا مش صور ولا ايه؟ تقدري تقوليلي كنت فين؟ ما حضرتيش ليه العمليه؟ انا كنت موجوده طبعا، كنت واقفه جنب احمد على طول. مش كده يا احمد؟ قول. اقول ايه؟ هتروحي ولا عندك نبطشيه؟ لا يا بابا انا عندي نبطشيه. اتفضل حضرتك، مع السلامه. طيب السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اسمعي بقى، انا ما بحبش كده. اوعي تحرجيني مره تانية مع باباكي. انت زعلت يا احمد؟ طبعا. افرضي كان سالني بقى اذا كنت موجوده ولا لا، كنت اقول له ايه؟ لا حاجه، تقول له كنت موجوده طبعا. ها؟ اكدب يعني؟ دي كدبه بيضة يا استاذ. اسمعي يا صفاء، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش اكدب ابيض ولا احمر. ثم انت كنت فين؟ كان عندنا احتفال بيوم المراه العالمي. يا سلام يا احمد لو شفتني وانا واقفه اخطب. ايه الخطبه اللي هي؟ يا صفاء يا صفاء يا حبيبتي، انت هتطلعي دكتوره مش زعيمه. جرى ايه يا استاذ؟ الدكتوراه والزعامه هما هدفان في الحياه. طب اتفضلي بقى على النبطشيه بتاعتك يا زعيمه. نبطشيه؟ انت صدقت ان انا عندي نبطشيه؟ الله، امال ليه خليتي باباكي يروح لوحده؟ يعني مش عارف. قولي بقى، هوصلك ولا توصلني؟ يعني هوصلك لحد بيتك وترجع توصلني. ولا توصلني لحد بيتي وبعدين ارجع اوصلك. النهارده انا مش مروح. ايه؟ انا رايح لبابا عن اذنك. بابا احمد، استنى يا احمد، تعرف انه وحشني قوي؟ هو مين؟ باباك يا اخي. نفسي اتعرف عليه. وهو كمان نفسه يتعرف عليكي. صحيح. اصل كلمته كتير عنك عن الكتب اللي انت بتسلي فيها لي. اخصى عليك يا احمد، وتلاقيك كمان قلت له انك بتشرح لي المحاضرات اللي بتفوتني. انا ما اقدرش اكذب على بابا، لازم اقول له على كل حاجه. وتلاقيه دلوقتي فاكرني كسلانه. بالعكس، ده بيحبك قوي ودايما يوصيني عليكي. انت خليتني احبه قوي يا احمد، عايزه اتعرف عليه. صفاء. مش هتيجي معانا الماتش؟ ماتش ايه؟ بيننا وبين كليه التجاره. لا معلش، مره تانيه عن اذنك. دكتور صلاح. احمد. يا دكتور صلاح، خليك معانا امال. اعمل حسابك ما دام تلاقيها واقفه مع الدكتور احمد تبعد عنها. مش عارف ايه اللي عجبها فيه. ما تنساش انه اول دفعته. واخده فيه قلم قليط قلاطه. اللي يشوفه يقول عليه ابوه امير من السحر العاج. It's a pleasure to see you, يا منجاس. Every day. Yes. Had yourself. Yes, clerk. All right, I'll phone you. Yes, welcome. Thank you. Thank you. يا كامل ريح نفسك، كل حاجة تعملها مش شايف وشك دبلان ازاي؟ انت لازم تعرض نفسك على دكتور. الدكتور عاوز كشف وتحليل واشاعات، وانت عارف يا مدبول المسؤولية اللي على كتافي. الله يكون في عونك يا شيخ. مساء الخير. اهلا بابا. صفاء زميلتي. اهلا يا دكتورة، شرفت ونورتي. اتفضل. ميرسي قوي يا عم كامل. صفاء نفسها تتعرف عليك. اهلا وسهلا يا بنتي، قصدي يا دكتورة. بنتك احلى يا عمي. عن اذنك يا بابا. عن اذنك. مستعجلين ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا معايا على ما اقصوا. اصل عندنا محاضرة مهمة قوي في مستشفى المعادي. زي ما قالت لك. ربنا يوفقكم. يلا مع السلامة. يا سلام يا اخي، قد ايه باباك لطيف. يا سلام يا صفاء، ده انسان عظيم، كافح وعرق وتعب عشان يربيني. تعرف يا صفاء، انا بحلم باليوم اللي هتخرج فيه عشان احقق املي. وايه هو املك؟ اني اريح بابا. نفسي اعوض له السنين اللي ضحى بيها عشاني. الله، احنا مش رايحين مستشفى المعادي ولا ايه؟ دي كدبه بيضه يا استاذ. هو انت مش هتبطلي كدبك الابيض ده؟ لما تبطل انت الاول. ابطل ايه؟ مش هقول لك. Thank you.
مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. مبروك يا بابا، الف مبروك. دلوقتي انت بقيت والد الدكتور احمد كامل، يعني خلاص من النهارده انا اللي هشتغل، انا اللي هتعب يا بابا، وانت لازم تستريح بقى. انت لسه المشوار قدامك طويل يا احمد، خليني جنبك لحد ما تقف على رجليك، وساعتها انا اللي هطلب منك انك تريحني. ربنا يخليك لي، ربنا يخليك لي. لا اديله هو، انا ابو الدكتور. يا جابر انا سايبه العيال لوحدهم في البيت، ربنا يخليك خليني ادخل. ما انت اللي جيتي متاخره، وانت عارفه الدكتور منبه عليا لازم بالدور. حاضر. مساء الخير يا عم كامل. اهلا يا دكتوره. الف مبروك على العياده الجديده. على ما اسم يا ترى الدكتور احمد موجود؟ اتفضلي اتفضلي. رجل الولد تعبان قوي، خايفه يجري له حاجه. حاضر حاضر. بصراحه يا احمد انا بحسدك، باباك انسان عظيم. وانت كمان يا صفاء، والدك دكتور عظيم. بس يا خساره احنا مش قادرين نوصل لعظمته. بالعكس يا صفاء، انت انسان عظيمه لان قلبك كبير. افور ده غزل ولا ايه؟ لا دي حقيقه وانت عارفه. طب تسمح بقى تتفضل. على فين؟ بابا عايز يشوفك ضروري. اهلا. احنا رجعنا تاني للكذب الابيض. انت ما بقتش تصدقني ولا ايه؟ الله. تعالى تعالى ما تتكسفش تعالى. لا مؤاخذه دكاتره، العيانين بره قلقانين. دخلهم اتنين اتنين يا عم كامل. حاضر. ايه اتنين اتنين؟ انا هكشف على مريض واحمد يكشف على التاني. جديده دي. مع السلامه. تصبح على خير يا عم كامل. مع السلامه يا بنتي. بابا دي اخر مره تيجي فيها العياده. ما تحرمنيش يا ابني ان اشوفك ناجح قدام عينيا. ما تتصورش سعادتي قد ايه لما بشوف العيالين وهم خارجين وبيدعوا لك. بابا انت لازم تستريح، احنا اتفقنا لما اقف على رجليا هتقدم استقالتك من الاوتيل وترتاح بقى. عاوزني استريح؟ طبعا يا بابا. تتجوز؟ الله. طب وايه دخل جوازي فرحتك؟ علشان افرح بيك. انا في ديك الساعه اما اشوف ولادك حواليا العب معاهم ويقولوا له يا جدو. بصراحه يا بابا الموضوع ده انا كنت عايز اكلمك فيه، لكن كنت متردد. ومتردد ليه؟ العروسه بتحبك مش كده ولا ايه؟ ايوه بابا، صفاء عمري ما هلاقي زيها. من ايام ما كنا في الكليه وهي واقفه جنبي، كتبها كانت بتسلفها لي، الادوات الجراحيه اللي كنت بحتاجها كانت دايما بتديها لي. بس انا نفسي تكون بنت ناس طيبين. ده ابوها كبير اطباء المستشفى. ويا ترى هيرضى بواحد زيي؟ انت انسان عظيم يا بابا. فكرك كده؟ طبعا. يا رب. اهلا يا احمد. اهلا يا دكتور. والدي. اهلا وسهلا. اهلا يا سعاده البيه. اتفضل سعادتك. مش ممكن، اتفضل سعادتك الاول. اتفضل. الحقيقه يا حاج كامل انا فخور جدا بابنك، بعتبره من انبغ تلامذتي، ومستقبله كبير ان شاء الله. شلاه يا سيد يا بدوي. وانت بتشكي من ايه يا حاج؟ انا يا سعاده البيه؟ ايوه. ايه الالام اللي بتحس بيها؟ انا ما عنديش الام ابدا، انا كل نفسي اشوف ابني سعيد في حياته. انا طول عمري فخور باحمد. حضرتك استاذي علمتني،
والدي تعب قوي في حياته، اشتغل شيال وعرق لحد ما بقيت دكتور. يا سلام يا حاج كامل، قد ايه انا فخور بيك. كلام حضرتك بيشجعني ان اطلب ايد بنتك لابني احمد صفاء. احمد بيعزها قوي، والبركه في حضرتك. يمكن لو احمد جاني لوحده كنت افكر، لكن وجودك انت شجعني اني اوافق. تعبت قوي يا كامل. مش اكتر مني، انا كمان تعبت لحد ما ربيته. نفسي اشوف احمد. انا مش هقدر احرمك من ابنك، بس سيبينا نكمل المشوار. احمد كبر وتخرج وبقى دكتور، والليله دي خطبته. يا حبيبي يا ابني، أنا مشواري لسه مخلص. أنا اتحملت الذل والحرمان عشان أربيه. ادعي معايا يا وداد إن أقدر أقف على رجلي، وأحمد يبقى كبير، يبقى عظيم. طول عمرك حنين. أنا ممكن أغفلك، وابنك ممكن يغفلك، لكن تفتكر الناس ممكن تغفر له إني انت امه؟ لا، انا مش هسمع منك حاجة. انا ماليش دعوة في الناس. محدش في الدنيا يقدر يحرمني من ابني. محدش في الدنيا. محدش في الدنيا. فين احمد؟ طلعيه من دول. وافرض انك عرفتيه، هتقولوا انا امك؟ هيسالك كنت فين المده دي كلها، هتقولوا ايه؟ كنت في السجن؟ امك خارجه سجون؟ انت بقيتي وصمه بالنسبه له، ولو ظهرت في حياته هتهدميه. كمل، ما تبقاش قاسي لدرجاتي. ارحمني، عايز اشوف احمد. أنا مش هحرمك إنك تشوفيه. أنا هروح دلوقتي أكلمه علشان تعرفيه، وهسيبك لضميرك إذا كان يطوعك إنك تحطميه. في حاجة يا بابا؟ فرحان بيك يا أحمد. ألف مبروك. جرى إيه يا عم؟ أنت ناسي إني بقيت شريكتك في حب أحمد؟ وفي شريك تالت كمان. مين يا بابا؟ مين هو؟
مين؟ الدكتور فرغلي بيحبك زي ما بحبك برضه. حسيت انك احسن مني لانك بكفاحك وعرقك قدرت تربي ابنك وتوصله للدكتور. ده كان مصدر فخر ليا، ده اللي خلاني اوافق على الخطوبه من غير ما اسال فين والده احمد، مين هي. كامل، انا عرفت كل حاجه، عرفت انها كانت في السجن لمده 25 سنه وانها خرجت من اسبوع واحد. اظن ده سبب محدش يقدر يلومني لما افسخ خطوره ابنك لبنتي. واحمد ذنبه ايه؟ دي امه. هو ما يعرفهاش، ما يوعاش عليها، هو فاكرها ميته. انا اللي ربيته. حرام عليك يا سعاده البيه تحطم حياته بالشكل ده عشان جريمه ارتكبتها امه. ابوس ايدك، ما تهدموش. ده لو عارف حاجة زي كده. عشان كده أنا طلبت إن أشوفك. عشان أبلغك إني فسخت الخطوبة. وحاسب لك أنت الطريقة اللي تبلغوا بيها الخبر. عم كامل. مالك يا عم كامل؟ في ايه يا بابا؟ عم كامل ماله؟ الخطوبة اتفسخت. الخطوبة اتفسخت؟ ليه؟ ليه؟ من حق اني اعرف، دي حياتي. ومن حقك انك تعرفي ان والدة احمد كانت مسجونة بتهمة قتل عشيقها. تهمة قتل عشيقها. قتل. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. أنا مش قادر أصدق. إزاي يفسخ الخطوبة؟ ما تتكلم يا بابا، قول أي حاجة. هقول لك ايه يا احمد، طلب مني انه يفسخ الخطوبه من غير سبب. من غير سبب؟ مش ممكن، مش ممكن. انا لازم اروح اقابله. لا لا يا احمد، لا، لازم اعرف السبب. السبب؟ انا السبب. انت؟ ايوه يا ابني. مش معقول دكتور عظيم يناسب شيال. لكن ده كان فخور بيك. الظاهر انه تسرع ووافق على الخطوبة، لكن لما فكر. صفاء، صفاء رأيها ايه؟ لازم تنساها يا احمد. انسى صفاء؟ دي هي الايام الحلوة اللي قضيتها في حياتي.
دي هي الامل اللي كنت بتمنى اني احققه. انساها ازاي يا بابا؟ انا اسف يا احمد، انا اللي وقفت في طريق سعادتك. يا ريتني مت لا كنت اشوفك بتتعذب بالشكل ده. ما تقولش كده، حب ليك وجودك في حياتي اهم عندي من اي حاجه. انا مش هكدب عليك واقول لك اني مش زعلان، بالعكس انا قلبي مجروح، هيفضل مجروح كتير قوي يا بابا، لكن قلبي ده اقل حاجه اقدر اضحي بيها علشان تفضل تنور حياتي. حبيبي يا بابا حبيبي. زي البوم والجرح ماله؟ مش هيسيب علامة؟ يعني علامة مش كبيرة. والنبي والنبي طمني يا دكتور، حكيم انا مستقبلي متوقف على الجرح ده. ليه؟ انت بتشتغلي ايه؟ ما فيش مرة رحت سيرت الكباريه النجوم؟ للأسف لا. يا خسارة، لو كنت رحت سيرت كنت شفت أحلى رقاصة في الدنيا اسمها سيهان. انتي تشتغلي ايه؟ برقص جنان. جنان يا دكتور، لازم تيجي تتفرج عليا، صدقني ههوسك ههوسك ان شاء الله. Thank you.
اهلا وسهلا. كنت خايفه ما توفيش بوعدك. اصل ايه عبده اتنين ويسكي. ازاي صحتك؟ مش قوي مش قوي يا دكتور. ليه الجرح تعبك؟ كل الجروح تهون ما عدا جرح القلب. القلب طبعا القلب المكوي. القلب الدايب بيتعالج ازاي يا دكتور؟ اصل عبده هات صودا. مساء الخير يا بابا. ست ساعات ما شفتكش. يلا تعالى. تعالى بسرعة. أحمد. لا أبو أحمد. أهلا وسهلا. اتفضل. سيجارة؟ ما تستغربيش انك شفتيني. يمكن انت كنت رسمة في خيالك صورة تانية عن ابو احمد. لكن الحقيقة هي قدامك. انا ايوه شيال عرقت وكافحت علشان اربيه. انا ما حلتيش حاجة غير ابني. ده حياتي. ارجوك تبعدي عنه. علاقتك بيه هتضيع مستقبله. أنا عارف إن كلامي يمكن فيه شيء من القسوة، لكن اعذريني. أنا بدافع عن ابني ومش هسمح لأي إنسان أتحطمه حتى لو كنت أنت. أحطم أحمد؟ أنت بتقول إيه؟ أحمد، أحمد ده حياتي زي ما هو حياتك تمام. أنا بحبه. لكن حبك هيكون عقبة في طريقه. أنا متأكد إنها نزوة، لكن ممكن النزوة دي تدمره. إذا كنت بتحبيه صحيح ابعد عنه، خليه يشوف مستقبله. احمد اتعذب كتير في حياته. ما تكونيش انت الصخره اللي تتحطم عليها كل امالي. ابوس ايدك يا بنتي. ابعد عنه، ابعد عنه. انا حسيبك لضميرك، انا حسيبك لضميرك، انا حسيبك لضميرك. Thank you.
الخير. أنا آسف يا حبيبتي. تأخرت عليكي. ما عندكيش فكرة المرور على الكوبري صعبة قد إيه؟ الله. مالك يا سهام؟ في حاجة؟ سيبني أرجوك. إيه؟ سهام؟ سهام إيه اللي حصل؟ أرجوك لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت امشي حالك. امشي ليه؟ امشي ليه؟ انت منتظر حد؟ سيبني. فهميني، في حد عندك؟ ايوه. مين؟ هيكون مين يعني؟ زبون. زبون؟ مش ممكن. ايه مالك؟ مش ممكن. بتستغرب كده ليه؟ انت نسيت شغلتي ولا ايه؟ ولا فاكر بميتك دي هتقدر تصرف عليا؟ اخرج بره. اسعاف سليمه ان شاء الله. بليس ابوظ عليه وعايرها. يا جماعه يا جماعه هاتوا شويه. لا حول الله. ما تخافش يا امير، انا كويسه. انا اللي غلطانه، كنت بعدي الشارع مش واخده بالي. المهم انت كويسه؟ ايوه يا ابني. حاسه بحاجه؟ رجليا بس. اطمني هوديك المستشفى، ما تخافيش انا دكتور. اتفضلي معايا. يلا بالراحه بالراحه، على اقل من مهلك. على اتفضلي اتفضلي بالراحه. ايوه كده. يا رب يا رب. أنا اللي غلطان. أنا كنت ماشي بسرعة جنونية.
مش عارف ايه اللي جرالي. ساعتها كانت الدنيا كلها سودة في عينيا. يمكن ساعتها كنت بتمنى اني اموت وارتاح. بعد الشر عليك يا ابني. ابنك؟ انا اسفة. بالعكس، انا عمري ما سمعت الكلمة الحلوة دي، وكان نفسي اسمعها من زمان. امي ماتت وانا صغير، وعشت طول عمري محروم من حنان الام. انت بتعيطي؟ انا زيك، عشت طول عمري محروم من كلمة ابني. ليه؟ ابنك فين؟ ضاع مني من زمان، زمان قوي. انت اسمك ايه؟ نرجس. ساكنه فين يا نرجس؟ في الدنيا الواسعه تلاقيني في كل مكان على كل رصيف. بتشتغل ايه؟ ابيع يا نصيب فل اي حاجه. كتر خيرك. اعتبريني زي ابنك وخديهم. كتر خيرك. انا كل اللي بطلبه منك انك تشوف لي شغلانه، حتى ولو خدام عندك في البيت. انا بعرف اغسل وامسح. لا نرجس، انا هشوف لك شغلانه هنا في المستشفى وهتبقي جنبي. كتر خيرك. الاوضه جاهزه يا دكتور. هسيبك تستريحي دلوقتي. ها دكتور احمد، في حاجة يا نرجس؟ ما تنساش الشغلانة اللي وعدتني بيها. حاضر، أنا هنزل دلوقتي أكلم المدير، وأنا واثق إنه مش هيرفض لي طلب. أنا آسف. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. بموت يا احمد. مش ممكن. نجيني يا دكتور، ابوك بيموت. والنبي تنجيني يا ابني. سرطان. سرطان؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. قتل الدكتور احمد. قتل. يا تعبان. تعبان قوي. تعبان. أنا وداجي كامل. وداد؟ تعمل إيه هنا؟ مش دخل. أحمد هو اللي شغلني. وقلت له إنك؟ لا يا كامل، هو ما يعرفش. مش لازم يعرف، ولا حد يعرف. بعد عنه. لا يا كامل، كفاية اللي جرالي. خليني أشوفه من بعيد. أنا بالنسبة له ميتة، وهفضل ميت على طول. مفيش فايدة، الرئة والكبد مصابين. مفيش أمل في علاجه يا دكتور. اللي ممكن نعمله إن احنا نخف ألمه بالمورفين. أنا كنت أعمى، أعمى، معرفتش إنه عيان إزاي. هو اللي خبى عنك يا أحمد. ساب المرض يفتت جسمه. كنت حاسس إنه بيدبل.
كان باين عليه، لكن انا كنت اناني اناني، ما بفكرش غير في نفسي وبس. اداني كل حاجه، ضحى عشاني بكل حاجه، كان كل هدفه انه يسعدني وبس. انا السبب عشان سبت المرض يفتت جسمه. دكتور احمد عايزينك بسرعه. مالك يا بابا؟ انا عارف الدكتور فرغلي. سلامتك يا كامل. بابا بابا. ايوه صفاء. عمي كامل تعبان قوي يا بابا. ماله يا احمد؟ تعبان قوي يا دكتور، حالته خطره. وليه ما طلبتنيش؟ هو اللي طلبك. ارجوك يا دكتور، ارجوك تعمل اي حاجه عشان تنقذ حياته، ارجوك. سلامتك يا كامل. نرجس اطلعي بره دلوقتي. لا خليها هنا، دي بتخدمني. ناوليني كارت؟ حاضر. انا خلاص انتهيت. احمد لسه الحياه قدامه طويله، لسه المستقبل قدامه مفتوح. هو بيحب صفاء وانت بتحبه، مش كده يا صفاء؟ ما تحرمهمش من بعض. اللي كنت مستعر منها ماتت. ماتت. ايوه ماتت. ما تحرمنيش قبل ما اموت ان اطمن على مستقبله. وجودك كأب الصفاء واحمد. نقرا الفاتحة يا عم كامل، ربنا يوفقهم ويشفيك وتحضر فرحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. مش كده يا احمد؟